الإشراف على عملية معالجة العصارة الناتجة عن ردم النفايات هو من بين المهام التي يحب فعلها هؤلاء الشباب، فهي تدخل ضمن التخصص الذي درسوه في الجامعة لمدة سنوات. أوقات العمل هنايا احنا كمحطة نقوموا بتشغيلها، يعني صباح ندخلوا نحطوا نقوموا بالاليمونتاسيون تاع لا ستاسيون، هي تكمل العملية وحدة. احنا جوست كما قلت لك نعاودو نكرر نديرو برك لو سويفي، يعني نعاودو نراقبو برك لي باراميتر. اشاك فوا يجي ان انجينيور يراقب هنا العملية، يراقب كامل لي باراميتر اللي راهم انديكين في طابلو، اون كا ان بروبليم ولا لا سينيالي ان بروبليم حنا ندخلو نقومو بالاخر تاعنا. كل واحد عنده تخصص تاعو، كاين في البيئة، كاين اللي تبع توسكي الكترو تكنيك، كاين اللي تبع الاوتوماتيزم، دونك كل واحد عنده لو رول تاعو هنايا. أميرة، أيوب وياسين يمضون في هذا المكان 8 ساعات يومياً، عملهم لا يتوقف على تفقد وصيانة هذه الأجهزة التي تعمل على تصفية العصارة الناتجة عن النفايات، بل يستقبلون المتربصين الذين يتوافدون على الشركة. التقنيات اللي نستعملوها في الوحدة هذه والمبدأ اللي نخدمه به هو مبدأ الأوسموز إنفيرس، اللي مكننا أنه نعالجوا عصارة النفايات باش نقدروا نتخلصوا من مجموعة الشوائب اللي تكون للداخل. نستعمل هنا مجموعة من التقنيات اللي من خلالها نقدروا نعالجوا العصارة تاعنا من أجل الحصول على مياه يمكن استعمالها والاستفادة منها لاحقا في الاستعمالات أخرى مثل السقي وغيره. أطنان من النفايات تمر على هذا المكان القريب من مفرغة وادي الصمار يومياً، وتكلف هؤلاء الشباب بمهمة تسيير عملية معالجة هذه النفايات أعطاهم فرصة لإثبات قدراتهم في مجال العمل.